أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم. نحن نطلع عليكم اليوم عبر شاشة روتانا أفلام لنعرض لكم وقائع والأمسية الثانية لمهرجان الفيلم السعودي. طبعا أعزائي المشاهدين في الحلقة السابقة استعرضنا لكم ما هي فكرة هذا المهرجان، وتعرفنا أيضا من خلال الحلقة السابقة على مدير هذا المهرجان وأيضا على لجنة أعضاء الحكم، وكذلك ذكرنا بأنه في كل حلقة راح يكون معنا ضيف مميز. طبعا الضيف في كل حلقة حيكون مختلف، طبعا مرة حيكون من الصحفيين ومرة من الممثلين أو حتى من المخرجين. طبعا أعزائي قبل ما ندخل ونرحب بمدير المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم ونفوت يعني بالموضوع لهذا اليوم، خلونا نترككم مع هذا الكليب ليعرض لكم مقتطفات من بعض الأفلام التي شاهدناها وإياكم في حلقة يوم الأمس. نتابع. انطلق مهرجان الفيلم السعودي بمرحلته الأولى، حيث تستعرض الأفلام أمام المشاهدين ولجنة التحكيم. كانت البداية مع 7 أفلام وقعت تحت مجهر لجنة التحكيم وضيف الحلقة خالد سامي، الذي تمكن من قلب الأجواء إلى حماسية وأحيانا شجرية. حملنا شوية أبو تركي معلش. يلا الشباب عيالك وخوارك. يلا تحت أمرك. الأفلام 7 التي تنوعت بين روائية قصيرة متحركة ووثائقية لم تسلم من نقد أفراد لجنة التحكيم الذي كان نقاشها احترافيا مع مدير المهرجان ممدوح سالم. وهذه عفيفة عليها ملاحظات في مبالغات في المونتاج، في تصحيح الألوان، في الكلاود. طبعا المجموع أعزائي المشاهدين هو 43.3%. ما أدري إيش علاقة الفيلم بديون يعني. شاهدنا بس هذا بين قوسين البنت يدخن 9 مرات، بس التكرار أعتقد إنه هذا ضعف في كتابة النص. والله أنا رأيك الواحد يصلح سيارة. وأنا قلبي مع البنت ذي لأنه أكيد جاه ربو مكثر الدخان. كان المفترض إنه يعطيني هو المناخ، التفاصيل حقته كان ناقصها شوية وضوح. احنا على فكرة ترى احترنا في تصنيف هذا الفيلم، يعني نحطه فيلم تحريك او فيلم روائي. هذا مو عرايس، هذه دوما عامل لها مثل تشويهات الى اخره. ولا فيلم هذا لا شيء. لحظة ايش القصوة؟ تحت اي بند تصنفه؟ انا 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 وهم تحت اي بند يعني. الشعار حلو ما في مشكله، بس الفيلم طبعا يعني فيلم مش باينه، ما اقدر اخالفك. طيب توالت الأفلام 7 واليوم محطة ثانية لدفعة جديدة من الأفلام، ليكون مهرجان الفيلم السعودي خطوة أولى في عرض الأفلام مباشرة عبر الهواء. تابعونا في هذه الحلقة وشاركونا بآرائكم عبر مواقع التواصل الظاهرة أمامكم على الشاشة، لتكونوا أيضا أنتم الحكم في اختيار أفضل الأفلام لمهرجان الفيلم السعودي الأول. طبعا أعزائي المشاهدين كانت هذه المقتطفات للأفلام 7 اللي شاهدناها وإياكم في الحلقة الأولى لهذا المهرجان، ولكن في البداية دعوني أرحب بمدير المهرجان الأستاذ ممدوح سالم. مساك الله بالخير أستاذ ممدوح. مساك الله بالنور يا عبد العزيز. كيف الحال؟ الله يعطيك العافية. كيف المعنوية بعد أول حلقة أمس؟ أكيد أحسن ومنور أنت اليوم إن شاء الله. حبيبي نورك. طب أستاذ ممدوح أنا أبغى أسألك سؤال، طبعا السؤال كالتالي، قلت أمس يعني في حلقة أمس ذكرت بأن الخيار حيكون بيد الجمهور، يلا تتوضح لنا احنا أستاذ المشاهدين كيف حيكون الموضوع؟ طبعا زي ما ذكرنا أمس أنه احنا عندنا 4 أنواع من المسابقات تعتمد على تصنيف الأفلام. نعم. هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة، مسابقة الأفلام الوثائقية، ومسابقة أفلام التحريك. جميل. طبعا السادة لجنة التحكيم والضيف اللي بيكون بشكل يومي معانا بيعطوا تقييم للأفلام، وبيكون هناك متوسط الدرجات. بالتالي في نهاية المهرجان الأفلام اللي حصلت في كل تصنيف على الدرجات الأعلى
هي اللي حترشح لمرحلة التصويت، مرحلة النومينيه، بحيث أنه في كل، إحنا عندنا طبعاً 13 جائزة، في كل جائزة حيتم ترشيح 3 أفلام، وبالتالي الجمهور هو اللي حيكون له الصوت النهائي والحكم النهائي في اختيار الجائزة للفيلم الفائز. جميل جدا، يعطيك الف عافيه استاذ ممدوح. طبعا اعزائي احب ان اذكركم بان هذا المهرجان هو الاول من نوعه في العالم العربي الذي يعرض الافلام من خلال الشاشه الصغيره، وايضا تشاهدون انتم اعزائي المشاهدين عمليه التصويت التي تتم في كل حلقه. لذا الان خلوني اتجه مباشره الى اعضاء لجنه التحكيم الكرام وابدا مع الفنان القدير خالد الحربي. مساك الله بالخير يا ابو. مساك الله بالنور والعافيه. ايش الامور؟ ان شاء الله تمام. تمام زي الفل، مبتسم اليوم. حلو، حياك الله يا ابو فيصل. ونرحب ايضا بالمخرجه السعوديه هيفاء المنصور. مساك الله بالخير استاذ هيفاء. وايضا الفنان الجميل المتالق عبد الاله السناني. ركزتنا على الالف. حلو، يعطيك العافيه. الله يحييك استاذ عبد الله. طبعا اعزائي ذكرنا بانه في كل حلقه حيكون معنا ضيف، دعوني ارحب بشكل سريع باسمي وباسمكم بضيفي لحلقه هذا اليوم، وهو الصحفي والاعلامي الاستاذ محمد الرشيد. مساك الله بالخير استاذ محمد الرشيد. حياك الله ونعم. لخبطت في عبد الاله والحين. لا عاد شو اسوي، انا المشكله سهل. ونعم والله، حياك الله يا ابو حميد. طبعا اعزائي احب اذكركم او اقول لكم، امس كان المفروض ان نعرض لكم 8 افلام، ولكن لضيق الوقت يعني ما شاء الله اللجنه امس كان احتدم نقاش بينهم فطال الوقت وما قدرنا نعرض لكم الفيلم الثامن، بس اليوم حنبدا على طول ونعرض لكم الفيلم الثامن اللي ما شفتوه امس، وهو فيلم روائي بعنوان الم طفله للمخرج وليد اسمه وليد، للمخرج وليد. فنتابع هذا الفيلم ونرجع ناخذ نقاشات لجنه التحكيم. نتابع. الحمد لله على السلامة. هلا 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 هلا، ما شاء الله، كيف حالك؟ طيب ما شاء الله، أطول مني. الحمد لله على السلامة. تفضل تفضل تفضل، أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. لسه بدري ان شاء الله، اول اجازه تيجي ان شاء الله حجيك. هي ما تخافي. طيب طيب يلا تمام. طيب سيبك تلوني،
عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ جامعة ما شاء الله. ايه خلاص. يلا شد حيلك. ان شاء الله بإذن الله دينا. توفيق ان شاء الله. You put your stuff in the room. يا خلاص ادي. You know this is Ahmed room and Ahmed study abroad. If you need anything just tell me please. Okay. Thank you. يا راح الدنيا تبي حاجة؟ No, thank you. Oh, wait, wait. I need 3,000, please. ليش؟ I saw new watch and I like it. خلاص أنا حوليك على حسابك. السلام عليكم. يا رب كيف حالك؟ إيش بتسوي؟ شوف حلو العروسة. ألا معك؟ إيش اسمه؟ ريري. ريري؟ حلو اسمه. ترى ريري جيعانة. ما تحس. إلا تحس. أنت جيعانة؟ فين ماما ضوضة؟ عشان نتعشى سوا؟ بابا في شغل ماما ما تعرف تطبخ. ماما ما تطبخ؟ طب كيف تاكلي أنت وسارة؟ سارة تطلع من برا وآكل ماما. تاكلي معاها؟ طب أنا جيعانة. هيا ننزل نطبخ؟ ترى أنا أعرف أطبخ. بس الأولاد ما يعرفوا يطبخ. إلا دحين أطبخ أحسن من البنات. دحين أوريكي. تأتيك. سارة افتح مين ده؟ ها سيارة أحمد سابق قبل ما يسافر حتلاقي تحت. اها طيب. الدبوري روح يمين تجي يمين روح يسار تجي يسار كيف حادي ما تمشي كيف ما همشي ما تعدي شارع حقي لا مو شارعك كيف حقك باسمك هو اسمي وما تعدي
هي بطاقة؟ ما في شيء. ايش بكم فين؟ يا ابوي هذا يدق لي بواري من اول. يا ابوي اكيد ادق لك بوري سد لي الطريق، كيف حعدي؟ اختر من نفسي يا اخي، لا يدق لي بواري. انت زعلان عشان دق لك بوري يعني؟ ايوه يا اخي دق باحترام. خلاص معلش خلاص بطاقية مرة ثانية. يا اخي سيب الناس في حالهم. طيب اخي انا اسيب الناس في حالهم بس يا اخي ايدقوا لي بواري. طيب خلاص الله سلام عليكم. السلام. معلش هو دائما معكم في الحارة قهوة؟ دائما في الحارة ومشاكل واي حاجة. عادل. نعم. Now bus for Yara it's not coming again. ليش؟ Because of the company. Company is closed. هو جاء وقت وقف في نص الدراسة؟ أنا ما أدري عنهم. You must drop her by yourself by the way. أنا ماني فاضي. شوفي لها سواق محقين الجرايد. ليه ما أشوف شركة تانية؟ Okay, no problem. بابا؟ نعم. ماما؟ ماما في السوق. ايش تبغي؟ أبغى أتكلم مع السواق. ليش إن شاء الله؟ خوفني يصطلح فيه. بلا خوفك بلا هم، رجل كبير وما يخوف. شكلك ما تبي تروح المدرسة. يلا امشي انقلعي. صدقني. أصدقك على إيش؟ سواق. إيش بسواق؟ خوفني بس طالع فيه. خوفك؟ طب اسمع، بكرة إن شاء الله تجي للمدرسة، أنت خش جوة البيت وأنا هتفاهم معه. طيب؟ لا تخافي. يلا تصبح على خير. Thank you.
فارس. ايوه ايوه انا هيثم. ايش خلك الخطف؟ انت فين؟ انت فين؟ انت اللي فين؟ عرفت خلاص عرفت.
يا رجول. أعزائي المشاهدين، شاهدنا وإياكم فيلم ألم طفلة للمخرج وليد عثمان. الآن أنا حتوجه للأستاذ محمد بالسؤال. أستاذ محمد، تحدثنا عن انطباعك الأول حين مشاهدتك لهذا الفيلم. طبيعة الحال الفكرة أنا أعتبرها جيدة، نعم. ولكن التناول أنا أعتقد أنه كان فيه مبالغة، أعتقد أنه فيه تأثر من المسلسلات الأفلام الهندية، أعتقد تجربة الأفلام الهندية على وجهة نظري. يعني كان في تشتت حتى في الحوار، حتى في الأكشن. يعني لما كان شاف تأخر البنت، كانت الساعة 3:45، يعني أنت 3:45 أي مدرسة في العمر هذا، يعني تكلم عن 3 ساعات وقت زمني ما بين أنك تبحث بالصدفة عن القاطف، أو ما تحس إنه الأكشن كان سريع على الممثل، خاصة الموجود في أخو البنت. جميل. فكان يعني في برود كبير. بنفس الشيء بعد يمكن طرق الأستاذ خالد الموضوع، ملاحظة مهمة خلني أسرقها منه. لا يلحق. موضوع إنه ربط الموضوع بالزوجة الأجنبية أو شيء، أنا أعتقد إنه هذا يعني فيه مبالغة في الدور. جميل. وإنه موجود في كل بيت. جميل. طيب أعضاء لجنة الحكم، ما رأيكم؟ بالنسبة لي أنا القصة كثير مهمة يعني، بس التناول زي ما قال الأستاذ يعني عالت قضية. القضية جدا مهمة، بس التناول كان شوي فيها، يعني التركيز على الأكشن أكثر من التركيز على لب القصة. يعني دائما العمل أنت بتعطي أساسيات ليش صارت المسألة، وين الضعف، هل هو في الأسرة، هل هو في الأم، هل هو في التناول الحدث، لكن هو ركز على الأكشن أكثر من أعطاها أكثر من اللازم. طيب أستاذة هيفا، هو طبعا في مكس في الجانرا، يعني في جانرا أكشن لها معايير معينة، وفي جانرا اللي هي نقد اجتماعي. فهذا الفيلم يرقص على الحبلين وما ينفع، لازم تستيك تو جانرا واحدة. لكن رغم ان احنا قلنا هالكلام الا ان في تسلسل في الاحداث، وفي تلقائيه في الحوار، وفي ناس تقدر تصدقهم. يعني انا اصدق ان هذا الولد ممكن يكون اخوي، ممكن اصدق ان هذه الحكايه تحصل. ففي، وهذا واحد من الافلام القليله اللي احنا صادفناها انك انت تقدر يعني تشعر بالواقعيه الفيلم. جميل. لكن خلط الجانرا ما كان جميل. ابو فيصل، والمؤثرات الصوتيه كانت سترينج. اوكي ابو فيصل، اولا اشكر الشباب القائمين على الفيلم انه اختاروا هاي القصه اساسا، لانه هذه مشكله اجتماعيه يعني قربت تصير ظاهره عندنا، اعتمادنا بشكل كبير على السواقين، وهذا شيء مهم. انا من وجهه نظري انه في السينما لما نيجي نتناول مواضيع لازم نتناول مواضيع يعني قد كذا احنا بنعاني منها او حاسين فيها، علشان الناس تقعد وتتابعنا. صحيح. التفاصيل الثانية الفنية في مع وفي ضد، ولكن كمجمل الفيلم جيد. جميل، يعطيك الف عافية. طبعا أعزائي المشاهدين، الآن راح يظهر لكم على الشاشة تباعا نتائج كل من أعضاء لجنة التحكيم، نشاهد مع بعض النتائج. طبعا الآن أعزائي ظهرت لكم نتائج تصويت الأستاذ خالد. المجموع النهائي طبعا الأستاذ خالد الحربي 59، والمخرجة هيفا منصور 72 عفوا، والفنان عبد الإله السناني 55، وأخيرا الأستاذ محمد 58. اليوم أنا شايف هيفا يعني أعطت درجة عالية. حبيت الفيلم. حبيت الفيلم. أحس المصداقية مهمة، ما في ملودراما، في شوية ملودراما صح وهندي ومدري، لكن في مصداقية في التعابير، وإحنا ما عندنا كثير في الأفلام. صحيح. عندنا ملودراما يا أما ناس فقراء جدا عايشين في عشة، يا أما ناس يتكلمون ما أدري كيف، فأنت تحس إن هذا الفيلم في نوعا ما شوية من الشفافية. طيب خليني أقول لك على شغلة هيفا، أفلام الأكشن يعني اليوم حنشوف في فيلم أكشن ثاني سعودي. في رايك انه فيلم سعودي اكشن، كيف المصطلح هذا انت بتشوفيه؟ بس استاذ ممدوح، بس مقاطعه بس، اعزائي المشاهدين انا حقول لكم المجموع النهائي طبعا اللي هو 61،
اوكي. بس الان بس انا احب اذكركم اعزائي المشاهدين بانه انتم لكم حريه الاختيار بين هذه الافلام عن طريق التصويت عبر صفحه الفيسبوك الخاصه بقناه روتانا افلام، يعني بامكانكم تشوفوا الفيلم اللي انتم تفضلوه علشان ياخذ جائزه الجمهور، كما يمكنكم التواصل عبر موقع التويتر الخاص بقناه روتانا افلام. حنطلع معكم وقفه اعلانيه اولى ونرجع نكمل معكم فقرات مهرجان الفيلم السعودي، نتابع. اهلا وسهلا باي مهرجان له علاقه بالفن، سواء بقى مسرح، سينما، تلفزيون، اذاعه، في اي مكان في العالم، وخصوصا ان بقى في مكان زي السعوديه. ده كويس، ده فتح جديد، ده نور جديد. يا ريت يبقى فيه هناك 1000 دار عرض و1000 مهرجان و1000 مسرح، لانه الفنون والابداع هو اللي هيخلي فيه فرصه للناس تتطور. من قناة روتانا أفلام نتابع أعزائي معكم جولتنا في عالم الأعلام، عفوا، في جولتنا على الأعمال السينمائية. ولكن قبل أن نبدأ في مشاهدة الفيلم الثاني وإياكم أعزائي لحلقة هذا اليوم، كان في تساؤل عند الأستاذ ممدوح، فياليت أيوة أنا كنت بسأل هيفا على مصطلح فيلم سعودي أكشن، لأنه الليلة عندنا فيلم كمان سعودي أكشن ثاني. كيف تشوف المصطلح هذا؟ في أكشن كثير يحصل في السعودية، رغم أن السعودية بين أنها فنوعية الأكشن اللي تبي تحطه يختلف، بس أكشن طق ونطاقق زي أفلام جاكي شان وأميتاب باتشان، أحس أنه واجد يعني فارفتش في السعودية، لأن إحنا مواضيعنا مفروض تكون أكثر مرتبطة بالواقع، لأن هذا الشيء اللي راح يعني يخلي السينما السعودية حتى تصدر إلى الخارج. بس لها خصوصيتها، بس أنا لقيت شريحة من الشباب تستهويهم أفلام الأكشن، يعني حتى لما فيلم سعودي أكشن، إحنا في تجربة كانت في جدة لما عرضنا فيلم يعني. والرعب أكشن ورعب يعني في تجربة عملناها الآن، هذه مثلا هي عوامل قوة مثلا، أو لأنه ما في إلا هذه المواضيع ممكن تناقش في الأفلام السينمائية، لأن السن يعني هم شباب. أنا بس بأكد على معلومة، في تجربة قدمناها في جدة، عرضنا فيلم أكشن في قاعة تتسع إلى 1000 شخص، أمتلأت القاعة تماما والحضور كان برا، فتخيل إلى أي مدى في تعطش من الشباب لنوعية هذه الأفلام الرعب والأكشن. فهذه نقطة مهمة، إنه كيف ممكن فعلا نصنع أفلام تراعي الأذواق المختلفة في المجتمع السعودي. عندي ملاحظة بسيطة، عادة أفلام الأكشن حتى وإن كانت سيئة في أنا مشاهداتي في أمريكا، إنه المخاطب فيها هو اللي هم السن 17 وما دون، يعني يستهون مسألة الرعب ويستهون مسألة يعني ما مش الهم فيها القصة والمتعة، هي متعتهم يعني فيها، لكن الفيلم هذا القصة جدا مهمة، بس التناول كان جدا لم يكن موفقا في التناول. طيب الآن السؤال موجه للجميع، إيش الشيء اللي تحبوا تشوفوه من المخرجين السعوديين؟ المواضيع، يعني إيش المواضيع اللي أنتم كبروفيشنال تحبوا تروها من المخرجين السعوديين؟ الإتقان، ما مهم يسوي رعب، يسوي أكشن، يسوي هانالولو على كيفه، لكن لازم يسوي شيء يعني يراعي أصول كتابة السيناريو، أصول التصوير على الأقل. بس برضو إحنا نراعي إمكانياتهم يعني يا دوب. الإتقان عفواً، الإتقان يعني ممكن نكون يعني قاسين لو قلنا الإتقان معناه الأساس. هم يعني هم يعني شباب، وهو في مجتمع ما في أصلاً سينما، ما في شيء. إحنا نقول لو نقول البساطة، لما ياخذوا البساطه بالفكره لا يسوون يعني صحيح. يعني الفكره الموجوده في فكره حلو، في عمل زين، في اكشن خفيف، بس لما صار اوفر يعني الموضوع صح. انا اعتقد هو اللي سبب شويه للفيلم يعني انه ادى الى يعني انخفاض درجات التقييم له، لكن جميل. اتوقع انا اعترض او اخالف الاستاذ وهي يعني مخرج في نص كلمه اول شيء في السينما الفكره، وشبابنا يعني اللي شفته واللي حشوفه ليتر والاشياء اللي شفتها سابقا، اختياراتهم في الافكار جيده جدا، فهم على الطريق الصحيح. باقي مساله الاتقان اللي تقول عليها الاستاذه ليتر اون تيجي مع الدراسه، مع الاحتكاك مع هذه طيب الشيء. الان نشوف الشيء هذا طبعا اعزائي المشاهدين عن طريق الفيلم الثاني طبعا، ونبغى نشوف ماذا يفهم الكبار، عفوا الاطفال، من عالم الكبار في فيلم العقده للمخرج علي حسن عاشور، نتابع.
تعشى يلا جيب لك عشاء تعشى يلا تعشى يا كريم تعشى ليش ما تبي تاكل ليش ما تبي تاكل طيب ايش تسوي لنا هذا طيب تبي سلطة اعطيك سلطة اكل سلطة بكرة الصباح بتروحي المحكمة بتروح سوي توكيل رضيت ما رضيت مو كيف عشان أصحاب الفلوس اللي في البنك زين مو كيفك لا لا مو كيفك عبود وين مد الحبل باخذ ساعة علشان أكبر أسويك مثل سواد حجر أعزائي المشاهدين شاهدنا وإياكم فيلم العقدة للمخرج علي حسن العاشور طبعا أتوجه بسؤالي الآن إلى الأستاذ عبد الله السناني سأفعل بك كما تفعل بجدي إيش رأيك بالمقولة؟ والله هو أنا بالنسبة لي جدا عجبني حلو لا اليوم ما شاء الله متفائلين لا يعني أولا الفكرة وصلت وبعدين هو ينظر من زاوية الطفل من زاوية الطفل لأن هذا جده اوكي واعتقد ان جده يعني بس هو ما في مساحه للسرد لهذا الموضوع انه مريض او عنده مرض نفسي او الى اخره وبالتالي والنقطه الثانيه ان الاب كمان كان في حاله غير طبيعيه بالتالي واضح انه مش طبيعي الاب لكن عجبتني الفكره والتناول بشكل مبسط وسهل وجميل وكان من زاويه طفل يعني الزاويه هنا مش من زاويه واحد كبير زاويه طفل وكيف يعبر الطفل بهالزاويه انه يمشي فأعطانا ملخص جميل في جميل. القفلة أنه جميل. سأفعل بك زي ما فعلت أبو حميد كأنه في عندك كلام تبغى تقوله أنا أثر بي صراحة يعني الفيلم مدة القصيرة أثر فيني كثير وأنا عجبني لفت انتباهي شيء حلو بعد في الفيلم البساطة في الأدوات المستخدمة في الفيلم يعني مثل الأكل الكاسة الجبنة الكاسة اللي فيها الموية يعني كبيئة سعودية يعني بسيطة ونفس الوقت يعني يعني ما في غموض في الموضوع فأنا أعتقد أنا عجبني كثير صراحة جميل أستاذ هيفاء أنا أعطيته يعني الحين بيطلع في هذا كله واحد 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 لأنه هو عبارة عن تلخيص لكما تدين تدان يعني أوكي. مقولة كلنا ما ضاف لي أي شيء في حياتي الفيلم لا ضاف لي جماليا لا ضاف لي فكريا لا ضاف لي أي شيء تو نقول متفائلين يا أستاذ هيفاء لا أنا أقصد ما عندها نص يا فوق يا تحت أصالة الفكرة الأصالة في الفكرة بتعتمد على أصالة الفكرة أنه لابد أنه فكرة حديثة خصوصا في الفيلم القصير خصوصا في الفيلم القصير لازم تكون عندك فكرة مو تجيب لي عجل أنا أجيب كل الأمثال العربية وأسوي عليها فيلم لا الفكرة الفكرة اللي كانت موجودة في الفيلم كويسة مع احترام للأستاذ الفكرة كويسة لكن كنت أفضل أنه الجملة اللي قالها الطفل ما يقولها كلاما كويس نشوفها صورة later on لما يكبر الولد يسوي كذا في الأب لأنه الولد ما يوعى كويس الطفل يعني ما يوعى أنه يقول الجملة هذه صح. للأب كذا ممكن تكون أحلى لأنه السينما صح. صورة بس كذا طولنا طب أعزائنا خلونا كسرنا حجز سوري أعزائنا بس خلونا نشوف الآن نتائج التصويت لجنة الحكم مرة قاسية قاسية أنتوا قاعدين تسوون الحركات أحد يسوي النتيجة أعزائي المشاهدين هي إذن كما قلنا أعزائي النتيجة النهائية هي أستاذ خالد الحربي 60
والمخرجة هيفاء المنصور 44، الأستاذ عبد الله السناني 59، وأخيراً الأستاذ محمد 77. المجموع أعزائي المشاهدين 60%. طبعاً الآن خلونا بشكل سريع. أستاذ خالد عندك حاجة؟ لا لا تفضل. طيب الآن أعزائي المشاهدين سنشاهد وإياكم الفيلم الثالث لحلقة هذا اليوم، وهو فيلم بعنوان كيف قتلت أو كيف قتلت، للمخرج جواد أنجيدي. نتابع. Thank you.
ابوك؟ ايش فيك يا ابوك محمد؟ ايش فيك يا ولد؟ ايش فيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. يلا قوم وقف على حيلك، قوم، انت اللي قتلت اخوك. يلا هدلف اطلع برا من المجلس، يلا هدلف اطلع برا. واذا البحار سجرت واذا يلا قوم وقف على حيلك، قوم، يلا هدلف اطلع برا من المجلس، يلا هدلف اطلع برا. إذن أعزائي المشاهدين، شاهدنا وإياكم فيلم كيف قتلت للمخرج جواد أمجيدي. الآن دعوني أتوجه إلى الفنان خالد الحربي بهذا السؤال. فناننا الجميل خالد، ما رأيك بهذا العمل؟ برضو ما زلت يعني كل ما أشوف عمل أأكد نفس الكلام اللي قلته من الأول، أنه دائما بيختاروا أفكار الشباب ممتازة وجيدة الحقيقة، وينقصهم يعني التكنيك، الخبرة، الدراسة. يعني أنا كنت أتمنى أنه بطل العمل هنا انه ما يشوف نفس الحدث اللي صار له وهو صغير. كان شاف ولد صغير طاح في بركه، هذا يستدعي عنده نفس الحدث السابق اللي صار مع اخوه. لكن يعني بصفه عامه الفكره جيده. طب انا ملاحظ انه الافلام لانه فيها يعني شخصيات كبيره في السن شويه، يعني في مدح اليوم، ايش السالفه؟ لا يعني لانه كلهم شباب انواع نفس السن
وكان في اطفال يعني لاحظت اليوم في كل فيلم أيوه. تلاحظ وجود الاطفال. طب ما امس كان معنا عفيفه برضه كان عفيفه موجود أيوه. بالضبط. انا خليني في نقطه بناقشها مع هيفا. هيفا عندها مشكله مع الافلام الوعظيه يعني كانت بتتكلم على الموضوع هذا. المشكله احنا عندنا في الفيلم العربي, خلينا نتكلم عن الفيلم العربي, اما تلقيه فيلم وعظي باي شكل من الاشكال او بيتحدث عن القوميه والوطنيه والامور هذه. قليل جدا من الافلام العربيه اللي خرجت عن هذا النطاق. يمكن الافلام الايرانيه لها وضع مستقل, نتكلم عن حالات انسانيه وبدلاله. شفنا الفيلم الاخير فيلم الانفصال اللي اخذ جائزه في الاوسكار. انت ايش تقول يا حليفه في الموضوع هذا على الفيلم العربي؟ لا, في افلام عربيه كثيره تتناول قصص حب مثلا ايامنا الحلوه وغيرها لما كنا لما كان في الابيض والاسود, وهذه الافلام كانت ناجحه لانها كانت افلام يعني افلام انسانيه تقدر تشوف فاتن حمامه وتستانس. يعني كل البنات كانوا يبون يعيشون قصه حب وقصه حب بريئه وجميله واشياء زي كذا. لكن الحين مثلا هذا الفيلم اللي شفناه, انا شخصيا مرفت امين وغلا ومرفت امين وكل وابي فوق الشجره, هذه يعني في اجيال في افلام حلوه ولا حتى, لكن كلها وعظيه. انا صغير كنت لا ما زلت برضو مصر من امبارح انه برضو كل الافلام تحمل في الاخير الفكره غير الوعظ. الفكره غير الوعظ زي الحين احنا عندنا هذا الفيلم يعني ما يعتبر وعظي بشكل تماما, لكن في من الدراما كثيره. وفي مثلا عندنا وحش, لازم في الافلام العربيه وحش وعيونه مبققه زي هذا الشخص اللي كان. طيب جميل جدا. الان لجنه التحكيم واعزائي المشاهدين, لدينا اتصال مع الاستاذ مشعل العنزي وهو ناقد فني, اذا فينا نقول ناقد فني واعلامي معروف بلا شك. ما ادري الاتصال جاهز الان؟ معك جاهز. الو استاذ مشعل, هلا حياك. حياك الله, سامعني؟ اي نعم سامعك, ومساء الخير على اللجنه الجميله اللي معك. الله يحييك محمد اللطيف وعلى هالمهرجان الرائع حقك. الله يحييك. طيب ما دام انه ذكرت لي المهرجان, يا ليت تقول لي ايش رايك في المهرجان؟ هي فكرة جميلة ورائدة. نعم. ونتمنى استمرار بشكل سنوي بإذن الله على لعل إن شاء الله يكون هذا المهرجان حفز كثير من الشباب اللي يصنعون أفلام إنهم يرغبون ويكون هذا المهرجان هدف بحد ذاته عملية العرض والتقييم من قبل لجنة التحكيم في هذا المهرجان, بأن يكون مجرد المشاركة في هدف يسعى له كثير من الشبابنا اللي يصنعون أفلام. لأنه السنين الماضية حقيقة عشنا كثير لحظات احنا نبحث عن جهة, نبحث عن مكان يعرض مثل هذه الأفلام القصيرة. نسافر بأفلامنا إلى أبو ظبي للمشاركة, وهيفا الأستاذة هيفا تذكر تلك السنوات اللي كنا. أنا قبل شوي كنت أسألك أستاذ مشعل على الأستاذة هيفا, أقول لك إنه أستاذة هيفا موجودة معنا. كيفك يا مشعل؟ إن شاء الله بخير. خير أستاذة, كيف حالك؟ طال في عمرك. الحمد لله. يا أذكر أيام تاكسي يا مشعل. هاي أيام التاكسي والأستاذة هيفا كانت حقيقة كنا مجموعة شباب فينا كثير. الحين شيبنا الظاهر أستاذة هيفا ولا لا؟ أنت لحالك اللي شيبنا. أوكي. فكنا مجموعة متحمسة جدا حقيقة لصناعة الفيلم. والأستاذة هيفا ذيك الأيام حتى وهي مخرجة تنازلت كثير وعملت معي دور كممثلة في فيلم سبق وأنجزناه عشان في مخرجناك. هذا الحماس حقيقة لم يستمر للأسف فينا كشباب حابين صناعة الأفلام نتيجة ضعف حقيقة يقدمون الدعم أو يقدمون أي دعم لصانعي الأفلام. الآن نشوف حقيقة كثير من الحراك الجميل عبر اليوتيوب, كثير من الشباب يصنعون أفلام ويحطون أفلامهم, ولكن أعتقد أن وضع الأفلام على اليوتيوب هو مجهود ضائع, ومثل هذه المجهودات اللي تقام وتقدم فقط علشان ينحرق الفيلم بعرضه على اليوتيوب حقيقة ليس هدف حقيقي وليس هدف قادر على أن يصنع حقيقة حراك فني مثل ما نتمناه حقيقة في هذا المجال. نتمنى أن السنوات القادمة فعلا تقدم مشروع الأمير الوليد بن طلال سبق وأعلن عنه عملية دعم وإيجاد للسينما. نعم. وسبق وحضرت أنا في برج المملكة اجتماع كان للإعلان عن إنشاء نادي السينما في روتانا, كان هدفه وكان له أهداف جميلة. طب أستاذ مشعل, بس أنا حسألك سؤال. الآن البعض يقول بأن السينما هي خير سفير لأي بلد أو للبلد المقصود مثلا, أنت ما رأيك في هذه المقولة وهل تحس أنه هي صحيحة؟ طبعا صحيحة, هذا بلا شك. هذا يعني كثير من دول العالم ما عرفناها الا من خلال افلامهم, عرفنا مدى الروائح في الطبيعه عند الدول, عرفنا مدى وجود افكار وتقاليد وعادات في ذلك المجتمع. الفيلم ينقل رسائل وينقل لغه بصريه ربما توصل كثير من الرسائل
والأهداف. من يقول من يريد يحوش السينما كوسيلة حضارية للتعريف في أي مجتمع حقيقة هو جاهل ولا يدرك أبعاد أهمية الصورة السينمائية لما تنقل من أفكار وأداء. حقيقة لا أعتقد أنه ما أن ينفون أو يرون أن السينما أمر كمالي في حياتنا كسعوديين أو كمجتمع. هم حقيقة يجهلون واقع الصورة وأهميتها في تغيير السلوك، في تغيير الأفكار، في تنمية الذات، حتى في الانطباع الجميل اللي تظهر فيه. لو فيلم كوم تابع عملية الابتسامة اللي ترتسم على شفاهك وانت تتابع كثيرة وتفاصيل لو بسيطة جدا. بس قبل لا أنسى بحيي اللجنة الأستاذ عبد الله سناني، الفنان الجميل خالد الحربي، من بعد نسيت لا أنسى اللجنة. معنا الأستاذ اليوم الضيف محمد الرشيد الرشيدي، محمد الرشيدي الأستاذ الكاتب الرياض، وايضا مدير المهرجان الاستاذ ممدوح. استاذ ممدوح هلا فيكم كلكم حقيقه، وانا برضو معك يعطيك العافيه. مشعل خلينا نوصل مشعل سامي موجود استاذ خالد، كان معنا الاستاذ الفنان خالد سامي في حلقه يوم امس، بس اليوم قلت لك معنا الاعلامي المعروف محمد الرشيدي. بس انا مضطر الان اقطعك استاذ مشعل لانه الان احنا في عندنا بريك، فانا اشكرك على هذه المداخله الجميله. و بلا شك أعزائي المشاهدين كان معنا في هذا الاتصال الهاتفي الأستاذ الإعلامي مشعل العنزي. طبعا أعزائي حنعرف النتيجة، نتيجة تصويت لجنة التحكيم بعد ما نتوقف مع هذا البريك الإعلاني، خلوكم معنا. أنا بقول لهم إحنا مستنيينكم من زمان، وأنا أعلم أن هناك الكثير جدا من القضايا، وأن هناك يعني رغبة عند العالم العربي كله أن يتعرف على الشعب السعودي من منابعه الحقيقية. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم لمتابعة وقائع هذه الحلقة من مهرجان الفيلم السعودي. ولكن قبل ما نعرف نتائج اللي وضعها لجنة التحكيم على الفيلم اللي شاهدناه قبل الفاصل، خلوني أذكركم بأنه بإمكانكم أن تشاهدوا هذه الأفلام اللي تعرض في كل حلقة عبر الصفحة الخاصة بقناة روتانا أفلام على الفيسبوك. كما يمكنكم منح أحد هذه الأفلام، يعني الفيلم اللي يناسبكم أو الفيلم اللي أنتم تشوفوه كويس، بإمكانكم أنتم عن طريق التصويت على صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة روتانا أفلام أن تمنحوا هذا الفيلم جائزة الجمهور. كما يمكنكم التواصل معنا طبعا عبر موقع تويتر الخاص بقناة روتانا أفلام، وأيضا عن طريق اليوتيوب. طبعا خلونا الآن نرى النتيجة التي وضعها أعضاء لجنة الحكم على الفيلم السابق، ونبدأ. نبدأ بالعلامات التي وضعها الفنان خالد الحربي 59، والمخرجة هيفاء المنصور 32، بينما الأستاذ عبد الله السناني 50، وأخيرا الأستاذ محمد الرشيدي 45. 46.5 هو المجموع النهائي أعزائي المشاهدين. طبعا أعزائي الآن ننتقل وإياكم لمشاهدة الفيلم الرابع لحلقة هذا اليوم، وهو فيلم من نوع آخر، من نوع إذا فينا نقول فيلم التحريك، فيلم تحريك قصير بعنوان مغامرات نمول. فأنا قعدت أضحك لأنه نمول فعلى وزن نحول، فما أدري هل المغامرات هذه سوف تشبه مغامرات نحول؟ نتابع.
يا صباح الخير. يا صباح الخير. يا صباح الخير. كل شيء جاهز. أوه. نمون. نمون. نمول. نمول. أيها المتعب، اجلس من نومك ولا تكن كسولا. دعيني يا أمي، فأنا صغير. وما الفرق بين الصغير والكبير؟ من حق الصغار أن يناموا، وعلى الكبار أن يصحوا باكرا ليعملوا. حسن لك ذلك، لكن تذكر أن تناموا في الشتاء مع الصرصار الكسول. في الشتاء مع الصرصار الكسول؟ يعني الجوع؟ لا لا لا، أريد أن أصبح مثل الصرصار الكسول.
آه يا أبو نمول، إن ابنك متعب جدا. إيه كما توق مثلي إلى طعم الفراش. نعم. أقصد علي أن يتعلم الصحيان باكرا مثل الفراش. حسن، إني خارج للعمل، إلى اللقاء. حسن، إلى اللقاء. لا تعتقدي أني سأكون مثل ذلك الصرصار أبداً، فأنا نملة ابن نملة ابن نملة أباً عن جد، وسأثبت لك أني أمي. أمي أين أنت؟ ها؟ لا 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 يا لا 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 يا لا 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 Thank you.
تعاقبني بالعمل. حسنا، إذا سألني أبي سأقول له أنه ليس لدي فلاتية. ثم أني كنت ألعب فوق الشجرة. ها ها هاي، يا لي من ذكي. لكن أبي منعني من تسلق الشجرة. وكيف لن يعرف إذا لم أخبره بذلك؟ نمول؟ نعم يا أبي. حينما منعتك من تسلق الشجرة كنت أحافظ عليك، لكن انظر جزاء من لا يسمع كلام الماما والبابا. أردت أن لا أكون مثل الصرصار الكسول. من يريد أن لا يكون مثل الصرصار الكسول يسمع كلام البابا والماما ولا يعصي لهما أمرا. أنا آسف. الآن ستقعد في سريرك فترة من الزمن ريثما تطيب قدمك، مفهوم؟ مفهوم. ثم هذا ما يريده، لكن عند شفائه سيعمل حتى يسدد قيمة الزجاج الذي هشمه، مفهوم؟ مفهوم يا أمي. Thank you.
أعزائي شفنا وإياكم أو تابعنا وإياكم فيلم نمول للمخرج محمد آل عبيد، والآن أنا أتوجه لك أستاذة هيفا بالسؤال، وش رأيك بنمول؟ أنا شفته ملقوف يعني صراحة. لا نمول التحريك كويس، الإخراج جيد، الفكرة طبعا والقصة يعني لازم هم يتعاونون مع واحد كاتب سيناريو محترف يمكن يضيف عمق للقصة، لكن مش هذه مشكلتي أنا. نمول هذا من وين؟ من تكساس، من كاليفورنيا، وين الثوب، وين الغترة، وين العقال، وين يعني وين إذا كان مثلا هو من الحسا، وين وين النخيل، وإذا كان من الرياض وين الصحارى، وين أشياءنا يعني وين هذا، مين نمول هذا؟ جاك يا أخي، والله عالم السينما هذا صعب جدا، بس إحنا يعني لازم يعرفون الشباب أن المحلية هي طريق العالمية، لازم تبتدئ من ذاتك علشان الناس يكون عندها اهتمام فيك، يعني هذا ما في أي شيء للقصة، عرفت كيف؟ لكن كإخراج و كاركتر يعني كاركتر تبع الفيلم انا هو اصعب الانواع بالفعل يعني، وهذا علم جديد يعني مش سهل، والخطاب فيه مختلف عن الخطاب في اي نموذج اخر بالنسبه للسينما يعني. لكن انا اعطي مثال بس لا بشكل سريع، بسريع الفيلم اب حصل على جائزتين اوسكار كرتون، اتمنى من القائمين على هذا الفيلم انهم يشوفون كيف وصل العمل الكرتوني في مستوى العالم. طيب اوكي، طب سمعت وجهه نظر الاستاذ الفنان عبد الله السناني، خلونا ناخذ نتيجه تصويت لجنه الحكم. الفنان خالد الحربي 59، والمخرجه هيفاء المنصور 63، بينما عبد الله السناني 49، واخيرا محمد الرشيدي 50. والمجموعة أعزائي 55.3. طبعاً أعزائي قبل ما نطلع بريك أحب أذكركم بدل مرة ألف وبدل ألف مليون إنه أنتم فيكم أعزائي أن ولا بعد البريك أذكركم، أوكي نطلع بريك. أتمنى للسينما السعودية أن تزدهر وتبقى إضافة للسينمات العربية، وأنا أعتقد أنها لو يعني لو كان هناك إصرار من السينمائيين على تواجد سينما بحق هيوجدوا سينما بحق. عودة لكم أعزائي المشاهدين لمتابعة الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم، ودعونا بشكل سريع لضيق الوقت ننتقل مباشرة ونتابع الفيلم الخامس لحلقة هذا اليوم، وهو بعنوان مهمة في وسط المدينة للمخرج محمد هلال. خلونا نشوف إيش هذه المهمة، متابعة طيبة. ستة شباب وانا جبته عشان اوريكم يعني هدفهم واحد انا شايف تحركاتهم مش عارف في له شيء
قصتنا بدأت من هذه الحارة، الحارة اللي تربينا فيها وإحنا صغار وكبرنا فيها كمان. يا ما كان بيننا أيام كورة وشقاوة ومدوان، أيام ما تتنسيها. كان لكل واحد فينا اهتماماته، مثلا هذا صديقي العزيز إيهاب، أبوه تاجر كبير وهو طبعا مين قده، كان الوحيد فينا اللي يروح مشاويره في سيارة بسواقة. أيام تنسى وهذا جاسر، أو مجنون التصوير جاسر، عشان ناخذ صورة. والعجيب إنه ما عمرنا شفنا ولا صورة واحدة من هذه. طبعا هذا فتوة الحارة أحمد، أو العضلات. كان دائما ينصر الضعيف، اسكت على الظلم أبدا. وهذا البشمهندس عدنان ما عمره يمر من جنب بيت كبير إلا ولطعنا جنبه بالساعة عشان نتفرج معاه عليه. ويا سلام على مازن، مهووس بكل شيء اسمه تقنية واختراعات كمان، وبصراحة هو كان شاطرنا في هذه المواضيع. أما صاحبكم اللي هو أنا يعني، كنت أحب الميكانيكا ودائما كنت أصلح دراجات أولاد الحارة. وطبعا الظريف في الموضوع إن عمري ما صلحت دراجة بنفسي. زي ما يقولوا باب النجار مخلد. يا اخي الجو اليوم مره حار، السياره هذه مره تعبت. اقول لك ايش رايك نروح ناكل لقمتين قبل العصر؟ احنا الساعه 8 الصبح شغالين. فعلا خلينا نتصل على هشام يجيب لنا الغداء. الو هشام، كيفك حبيبي؟ اقول لك كنت جاي اجيب لنا معك غدا بالله. اوكي طيب منتظرينك. بالميكانيك الشاطر. فترة ما تكلمني. يا شيخ خلي على ربك، مشاغل هالدنيا. أهم شيء أنت أموركم كلها تمام. أنا الحمد لله أموري كلها تمام. بس اتصالك غريب. أنت طيب؟ الحمد لله بخير. جاسر، باك الساعة 10 ضروري. يا خير. في شيء؟ جاسر، المهمة هذه صعبة. وما راح تكون زي اي مهمه ثانيه. ما راح زي اي مهمة. نفس المكان.
energy. We have a problem, small ships that can spread electromagnetic waves that control humans' brains, which will allow us to control them later. Are you interested? $20 million. Half now, half on delivery. Done. But where? Saudi Arabia is a big country. We will start with Jeddah. You will need a place there and great fighters for your mission. Raul will be with you to help you out. We will always be there for you to protect you. We'll help you to get in and get out. Any mistake, it will cost you your life. Be ready. I was born ready. Anyway, this will be considered as my retirement deal. In Jeddah. I will arrange the place for you and your man. I don't trust you, but I'm sure of that you care about your wife. What about him? He's my shadow. Where I go, he goes. Okay, be ready. We will leave soon. I'm here for a mission, not to wait in a hot weather. Your fighter talks like a woman. Raul. Our place, right in downtown. It's in city center. That's why I made you my assistant. Anyway, we'll meet there.
البطل. مشاري. اهلا وردة يا اخوي. الوقت تاخر وانت لسه صاحي؟ ما حنام ولا حد على بالي الا لما اعرف من امين العصابه هذول متعاونين. انا مره قلقانه عليك يا اخوي. بالعكس، انت لازم تفتخري باخوك يا وردة. الوطن غالي، لو ما حميناه متى حنحميه؟ قلبي معاك يا اخوي، والله يحميك ويبعد كل الشر عنك. عدنان ومازن، ايهاب واحمد، كيف نقدر نوصل لهم؟ عندي ارقامهم. في شيء؟ جاء الوقت اللي نحمي فيه وطننا. عدنان، موقعنا في الطريق الصحراوي الساعة 5 العصر. جاسر؟ غريبة، ايش يبغى جاسر؟ هلا جاسر، موعدنا بكرة الساعة 5 بطريق الساحل. طيب طيب، يلا مع السلامة. مهم في وسط المدينة. شباب معلش، ركزوا معي، أنا ما جمعتكم إلا عشان شيء مهم، والمهمة هذه مرة صعبة وحنحتاج مجال كل شخص فيكم. إحنا ما حنستغنى عن هذا كله. المهمة هي إنه في جروب جاي جدة
جروب أجنبي. هذا الجروب جايب نوع جديد من الشرائح موجودة هنا عندنا في جدة، جدة القديمة. الشريحة هذه متبرمجة على استهداف أجزاء معينة من الأرض. المشكلة أنه لو اشتغلت هذه الشريحة حتقضي على عقوب كثير من الشباب. بس حتواجهنا مشكلة، أنه هذه المجموعة تمتاز بالفنون القتالية. إذا جات على كذا أنا جاهز. لا يا أحمد، المهمة هذه تحتاج عقل وعضلات. طيب تبغوني أفك لكم شفرة الشريحة؟ منصور، ايش الموضوع؟ ما انا عارف. تعالوا نوريكم الخريطه. يا ريت لو جت على فك شفرة الشريحة وبس. المشكلة إن الشريحة داخل صندوق، والصندوق له رقم سري. لو انفك الصندوق من دون الرقم السري، الصندوق هذا حتطلع منه موجات جدا خطيرة. الصندوق هذا حتنبعث منه موجات جدا خطيرة بمساحة قطرها 50 متر، حتقتل كل من حولها. وإحنا نحاول قدر المستطاع إن إحنا نتفادى المشكلة هذه. والبركة فيكم. لا تشيل هم. شاء الله. اسمع شباب، انا حصور الموقع ميدانيا. Waiting for your signal. All the ships are here and stored. All what I need now is just to turn them on. The code will be sent to you. That's your signal. Excellent. Listen up, guys. I have been chasing this mission ever since I joined the mob. I have no conscience, no remorse. I was the mastermind behind numerous bombing, political assassinations, murders, kidnapping, you name it. For years, they were watching me, tracking me, studying me. And I was aware of it and happy, because all what I wanted them to do is just to notice me. And I was thirsty to get such a mission like this. You will be distributed into two groups. Group A will hit the south. Group B will hit the north, okay? Ships and plant them among the two areas of Jeddah. It has to be done before the end of this month, because after that it will be activated when I set the date. We will always meet here. All the ships are stored here. You have to protect them. You will be responsible in front of me if anyone screw up. Don't worry, boss. Try to stay away from Jeddah on 6th of August, because it's my birthday. And Jeddah people will be a little bit crazy. Let's do it.
الشباب هذه صور الموقع، صور أعضاء العصابة. شباب جالس سوى اللي عليه. عدنان جبت رسم الكروكي معايا، وأنا جبته عشان أوريكم إياه. مازن أباك تراقب لي تحركات العصابة وتحدد لي مواقعهم في المبنى بالضبط. أحمد أباك تتوجه على الموقع بعد ما حدد لك خطة الهجوم، وحيكون معك فواز، وأنا حيكون معايا منصور، وأنت يا عدنان حيكون لك دور مهم، بس أبغاك تركز معايا. أول حاجة أنت حتاخذنا بالسيارة للموقع، هناك حنوزع المهام وكيف الطريقة اللي انتهت فيها المهام. انتوا معايا؟ لا هو وقت تطفي الكهرباء، هو وقته. واي الله معي. اوكي بي كوايت. تن رن Thank you.
ولا حركة. أوقف هناك 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 فوق. أحمد I want to know how on earth you lose something that is so vital to this mission. I told you before to look after the guy that was watching us in the downtown. I told you to find out who are they, how they got in, how did they know about us. Your only job was just to protect this case. What did you do? Nothing. You're paid for it. I paid for men. But all what I can see now, a bunch of losers standing in front of me. Don't worry, Bob. We'll get your case back. I got to be worried! No case, no mission! And I told you, you're responsible in front of me if anything goes wrong. Well, I did my best. Oh, really? So you think you did your best? Was your best worth your life? Well, you still need me for this mission.
برافو عليك يا مشاري. الشريحة باين عليها مرة معقدة. تتوقع مازن نقدر نفك شفرتها؟ أحاول لك فيها بس محتاجة وقت. تتوقع يا مازن العصابة ما راح يعرفوا موقع الشريحة؟ أعطوني مهلة 24 ساعة وأنا أعطيكم التفاصيل. إذن شباب بكرة موعدنا في نفس المكان. I took this mission. I had a dream that night. It was almost like a nightmare. It was about fear. It was looking at me like a man. It was trying to attack me. And was just trying to defy me. I never felt afraid of anything in my entire life. This one is totally different. It was running toward me, and I was running away from it. Till I woke up. But the problem, that fear was still there. It didn't go away. With a couple of drinks, of course, I forgot it all. And I never felt that fear again in this entire mission. Till yesterday, when they told me the case was stolen. The same fear I had in that day, in that nightmare. I felt it again. Sometimes I feel like this country is being protected by a hidden superpower, God's power, leaving in it men that are jealous about it, taking the role of real heroes just to protect her from anything evil happens to her. I don't know. I'm starting to have a second thought about this mission. You know, you've been with me for a long, long time. You know every single move I do, every place I go. If I got busted, you have to know that you will die. Where is the wallet? Gus, I found a business card in that wallet for a guy called Mshari, with an address in it. Find out who's that guy, and if he was one of them, bring him to me. Kid, nab him, nab him, nab him. Thank you.
اشوفها عمتي. طيب يلا مع السلامه. الو الو مين معايا؟ Speak English. Yes. Okay, listen to me. If you're not giving me that back, you're not gonna see Mshari anymore. Who are right? you? Hello? 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 بشرني يا مازن، ايش صار في الشريحة؟ مو لما تقول لي فين مشاري؟ ليش هو ما كلمك؟ اتصل عليه الجوال ومقفل. انا بصراحة قلقان عليه. طب ايش رايك تروح لمشاري تطمن عليه؟ سمحت يا اختي، مشاري موجود؟ مشاري مو موجود دحين، في شيء؟ لا لا ما في حاجة، بس أول ما يجي قولي له مازن يبغاك. استنى استنى شوية استنى شوية. مشاري في له شيء؟ لا لا ما في له شيء. بس قولي له مازن دق عليك. حلو وطني بروحي أفدي دمرت. كيف عرفت الكود؟ Trouble 1045 Chip destroyed. الشريحة مبرمجة بإتقان، واللي برمجها واحد مرة ذكي. You are genius man. مش عارف، عرفت تحدد موقعه؟ حددت موقعه. Where is the case?
على اليسار بس تعداهم نكون وصلنا. شاري وقدرنا نخلصه من اللي هو فيه. شدوا حيلكم شباب. عدنان، كلمت الرائد نايف يكلم القوات الخاصة تساندنا في المداهمة؟ أكدنا الإخبارية. لازم نستغل الوقت ونخلص بسرعة. أنا شايف تحركات.
مشاهدينا، كان هذا فيلم مهمة في وسط مدينة للمخرج محمد هلال. حنتوقف معكم إلى مع بريك إعلاني ونرجع نكمل معكم الجزء الأخير، كونوا معنا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، ولكن بشكل سريع الآن حتوجه إلى لجنة الحكم عشان أشوف أراءكم حول الفيلم، ولكن يا جماعة الخير بشكل سريع لأنه نزلنا قبل الوقت. يعني أنا من وجهة نظري أنه الفيلم جيد، لكن التشويق يعني والأكشن مختلف عن اللي احنا شفناه. يعني مو معنى أنه يكون في أكشن أنه ما يكون في قصة. جميل. أستاذة هايفة، أنا أحس أنه فيه إهدار كثير للطاقة وإذا في نحط أي تمويل أبدا مركب علينا الإنجليش إحنا من غير من غير يعني المسج ما كانت واضحة والمسج سيئة، ما في أحد يستهدف شبابنا ولا بناتنا. سلام عبد الله، أعتقد إنه فيلم سينمائي مش كتابة، بالتالي زي ما يقولون إخوان المصريين أهم شيء الورق السيناريو. هذا ما في ورق، هذا أعتقد إنه كان يأخذ على اللايف. أعتقد جميل. هذا من الأخطاء اللي أستاذ محمد لعب على وتر موضوع معين في سرد طويل، وما أعتقد أنه كان جيد من وجهة نظري. جميل. أعزائي المشاهدين، خلونا نشوف النتائج النهائية للتصويت لجنة الحكم. إذن الأستاذ خالد الحربي 68، والمخرجة هيفا المنصور 42، و الأستاذ عبد الإله السناني 47، وأخيرا ضيفنا الكريم محمد الرشيدي 38 عفوا. المجموع 48.8. طبعا أعزائي كان هذا آخر فيلم لحلقة هذا اليوم، أتمنى تكونوا استمتعتم بالأفلام اللي عرضناها خلال هذه الحلقة. موعدنا يتجدد معكم بإذن الله في تمام الثامنة غدا على قناة روتانا أفلام مع مجموعة جديدة من الأفلام. دمتم بحفظ الرحمن، تحياتي.